من أرسلك إلى هذا المصح؟ أسمعك جيدا. هو بافيشيا. بافيشيا كان دائما يضل يذكرني بكل شيء صار معي بالماضي. هو كان بده مني إني ما خبر أهلي بحقيقته إنه هو ناوي يأذيهم. وطبعاً هو كان عم بيمثل قدام عيلتي دور رامفير بشكل كتير منيح. هذه نقطة مهمة لابد أن نقف عندها، بأن المتهمة كانت تعتقد أنه بافيشيا وأرادت إخبار العائلة، لكنها لم تخبرهم بشيء، فما هو السبب؟ أكيد حاولت خبر عيلتي بكل اللي كنت حاسة فيه أو عرفانته بالأحرى، إنه بافيشيا بده يقتلني أنا وبنتي الصغيرة، وحتى بده يقتل أختي دورجا كمان. بس للأسف ما حدا صدقني وقتها، فكروني عم اكذب وعم اخترع قصص غريبة، وصارت القصة جد أكتر، وأنا ضليت خبر أهلي وضلوا ما يصدقوني ويرفضوا الفكرة تماما، لحتى فكروني جنيت وبعتوني على مشفى الأمراض العقلية. بس لا، المسؤول الوحيد بافيشيا طبعا. تقولوا بأن بافيشيا هو المسؤول عن إرسالها، وقبل قليل هي اعترفت بأن كامل عائلتها لا تثق بها. أخبرت الجميع بأنه يرتكب الأعمال الوحشية معها ومع ابنتها وأختها دورجا، لكنهم لم يصدقوها فأرسلوها إلى المصحة العقلية، وبهذه الحالة المضطربة عقليا ارتكبت جريمة قتل بحق بافيشيا وبدم بارد. لا مو صحيح،